تحياتي ليك يا فارس، تحياتي لأحمد أسامة ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من زيمبابوي وبالتحديد من أمام مقر بعثة النادي الأهلي بمقاطعة بولاوايو، آخر استعدادات النادي الأهلي لملاقات فريق بلاتينيوم غدا بمشيئة الله في المرحلة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. يعني التفاصيل اليوم، نقول النهاردة فريق النادي الأهلي غادر هراري وتوجه إلى مقاطعة بولاوايو في تمام الساعة 12 ظهرا. وصل فريق النادي الأهلي لمقاطعة بولاوايو في يعني رحلة استغرقت ساعة بالتمام والكمال. وصل النادي الأهلي بعد استقلاله لطائرة خاصة، وصل لمقاطعة بولاوايو، توجه اللاعبين النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي الى الفندق اللي قريب جدا من الملعب اللي هتقام عليه المباراه، بيبعد يعني 5 كيلو متر عن ملعب المباراه. تمرين ومران النادي الاهلي كان في تمام الساعه الرابعه عصرا. قبل المران كان في الاجتماع المؤتمر الصحفي لمستر ريني فايلر والكابتن شريف اكرامي. مستر ريني فايلر تحدث عن اهميه اللقاء وخبرات لاعبي النادي الاهلي، ويعني في ظل الغيابات وتلحم المباريات، النادي الاهلي عنده اللعيبه كلها على مستوى واحد، سواء البديل او اللعيب الاساسي، ودي من النقاط اللي كان حريص عليها مستر ريني فايلر، ان هو يتكلم ان كل اللاعبين عنده البديل او اللعيب الاساسي كله هم واحد وكلهم على درجه واحده، وده دايما عهدنا بلاعبي النادي الاهلي. تحدث ايضا عن اهميه اللقاء، وتحدث عن التغييرات اللي طرأت على فريق بلاتينيوم وتولي جهاز فني جديد. ايضا الكابتن شريف اكرامي كان تحدث على اهميه اللقاء ودوره كواحد من كباتن الفريق مع وليد سليمان و أحمد فتحي في رفع روح المعنوية للاعبين، وحث اللاعبين على أهمية هذا اللقاء وضرورة إسعاد لاعبي النادي الأهلي. خلال المران اللي أداه لاعبي النادي الأهلي بقوة على استاد بابا فيلز اللي هيستضيف أحداث اللقاء، كان تواجد مجموعة من أطفال الصغار من زيمبابوي ومن مدينة بولاوايو، الجميع كان بيهتف باسم النادي الأهلي وترديد النشيد واسم النادي الأهلي وتحية النادي الأهلي. يعني عقب انتهاء المران كان الكابتن سيد عبد الحفيظ ولاعبي النادي الأهلي راحوا وسلموا عليهم، وكان في مشهد جميل كلنا يعني متابعينه وشايفينه على شاشه قناه النادي الاهلي. عقب الانتهاء المران توجه لاعبي النادي الاهلي لمقر اقامه الفريق، كان في الاجتماع الفني للقاء بحضور يعني المفترض يبقى كان بيبقى متواجد طبعا طبقا للبروتوكول الموضوع من قبل الاتحاد الافريقي، بيبقى موجود المنسق العام والمنسق الفني والمنسق التحكيمي والمنسق الاعلامي والمنسق الطبي. لم يتواجد المنسق الاعلامي من قبل الاتحاد الافريقي، ايضا لم يتواجد المنسق الطبي، وده اللي يعتبر مخول ولي الامر في تحديد عمليه الكشف على المنشطات، الى جانب تحديد الزي اللي هيرتديه النادي الاهلي. تم تحديد الزي التقليدي للنادي الاهلي، الرداء الاحمر للنادي الاهلي، بينما فريق بلاتينيوم هيرتدي الزي الاخضر، وتم يعني توضيح هذه الامور. ايضا كان المنسق التحكيمي بوضح بعض الامور على المسؤولين في كلا الفريقين بضروره يعني اثناء اجراء التبديلات على اللاعبين الخروج من اي نقطه في الملعب، مش لازم نطلع من نص الملعب، وقال يعني قال صريحه، قال اللعيب اللي هيكون عنده اصرار انه يخرج من خلال نقطه منتصف الملعب هيستوجب على الحكم انه يديله انذار. خلال هذه الاثناء كان وصول معالي السفير محمد فهمي سفير جمهورية مصر العربية بزيمبابوي، متواجد حاليا في اجتماع مع الأستاذ إبراهيم القفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة برفقة الكابتن سمير عادلي والكابتن سيد عبد الحفيظ، متابعة كافة الأمور وإن شاء الله يعني ترتيب الأمور للمباراة غدا بمشيئة الله. اللقاء يعني زي ما تم إعلامنا خلال الاجتماع الفني هيكون متواجد 2500 مشجع من جانب فريق بلاتينيوم، وايضا هيكون موجود متواجد بعض افراد الجاليه المصريه والعربيه للنادي الاهلي لمؤازره ومسانده النادي الاهلي. هنتمنى كل التوفيق طبعا يا فارس واحمد اسامه وكل جماهير النادي الاهلي، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله يعني التعب والرحله الشاقه ان شاء الله يكلل بالانتصار، وثلاثه نقاط ان شاء الله يكونوا في رصيد النادي الاهلي. إليك الكلمة مرة أخرى فارس وأحمد أسامة، دي كانت كل التفاصيل اللي موجودة معانا من هنا من زيمبابوي من مقاطعة بولاوايو، وبإذن الله هنتابع كلنا كل الأمور والحصريات على شاشة قناة النادي الأهلي إن شاء الله، بالتوفيق للنادي الأهلي بإذن الله.